السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم الجديدة. في تصريحات للنجم الجزائري ولاعب سانتيتيان الفرنسي رياض بوتبوز، أكد فيها بأنه يطمح للعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. وقال رياض بوتبوز: انتقالي إلى فريق سانتيتيان كان من أجل العودة إلى المنتخب الجزائري، وأتمنى أن يكون سانتيتيان هو بوابة العودة إلى المنتخب الجزائري. وأضاف بوتبوز: بالماضي يقوم بعمل رائع، ولكنني أريد اللعب مع المنتخب الجزائري، وأتمنى أن أحصل على فرصة للعودة إلى الخضر من بالماضي. وتابع بوتبوز: نحن كلاعبين دائما سنكون مطالبين باحترام قرارات المدرب، وسأبقى أعمل جاهدا من أجل نيل ثقة مدرب المنتخب الوطني. وكان رياض بوتبوز قد انتقل إلى نادي سانتيتيان الفرنسي قادما من نادي ريال بيتيز الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، فهل أنتم متحمسون لعودة رياض بوتبوز إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري؟ لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.